اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الشعر ديالي كله هانتوما كله كيهبط، سيهبط غب الخصلك هاي مجبودة هكا شتو، طايحه كامله ما مشوطه ما والو، طايحه كلها مجبوده. كل شيء كندير لي بحال هكا، كي كنش ندير بحال هكا غير كندوز غير يدي وكيتم جاي، هانتوما شتو دوز غير يدي اللي كيتم جاي. ولكن الحمد لله ما قدرتش نحيد، والله ما قدرت نحيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا غزالات ديالي، أهلا أخواتي، أهلا إخواني. كنتمنى تكونوا بصحة وعافية وتمتعوا بالسعادة والرضا ورحمة من الله سبحانه وتعالى. اليوم غادي جيت كنقول لك بشرى اللي كتعاني من السرطان، اللي القناة ديالها سميتها كنعيش حياتي بلا زواق بلا نفاق. كنقول لها نوض لالا نوض، بركه ما تبكي، بركه ما تشكي، بركه ما تندب حظك على هذا المرض. انت كتزيد على راسك مرض على مرض، اولا لانك كتعطي الدماغ ديالك واحد الرسائل سلبيه بزاف. مره كتقول انا لحمي كيتقطع، مره كتقول انا كنموت، مره كتقول هذه كلمات كتدمر بها اولا جهاز المناعه ديالك، الجسم ديالك كتقول له صافي انا مشيت، انا غير وجد راسك راني صافي وصلت للقبر. لا 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 لا، احنا حقيقة كنعرفوا بانك كتعاني، عارفين بان الشيميو او العلاج الكيميائي هو واحد العلاج يعني صعيب ومهلك للجسم، ولكن الحبيبة ديالي نوض 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 نوض، اعمل واحد البرنامج صحي لراسك. نوض في الصباح بكري وخرجي اعملي واحد الخطوات، الا ما قدرتيش كاع تخرج على المنزل ديالك طلعي للسطح وبقى تمشى وتشمي الهواء الاكسجين، لانش الخلايا السرطانيه ما كتبغيش الاكسجين، الاكسجين كيقتلها. علاش حنا الجسم ديالنا كيتكون فيه السرطان؟ لان كيكون ناقص اكسجين، والاكسجين كيتنقص بشنو السبب ديالو؟ اولا بالجلاس في الدار، بالسمنه، بالاكل غير الصحي، وبالشدان كنشدوا علينا البيبان ديالنا وكنشدوا الشراج وما كنخليوش الهواء النقي يدخل البيت ديالنا، وما كنعملوش الحركات والرياضه باش ندخلوا الاكسجين للجسم ديالنا. فنوض لالا وعمل بعض الخطوات، واخا غير نص ساعه دوري في داك السطح، دوري دوري، اعملي واحد الخطوات شويه سريعه وانتي كتمشى كتمشى كتمشى، ودخلي الاكسجين للجسم ديالك. غادي تنقي داك الخلايا وغتنظفيها وغتساعدي الجسم ديالك انه يرجع القوه ديالو من جديد، حيت الا جلستي وما كانتش الدوره الدمويه يعني فيها الاكسجين، هذاك الخلايا السرطانيه كيعجبها الحال، حيت هي كيعجبها داك الكحوله وداك الوسخ اللي كيكون في الجسم وكتغدى عليها. هذه اولا. قلت لك انا في الفيديو السابق، انا يعني قلت غادي ندعمك من خلال الفيديوهات ديالي ونقدم لك نصائح غذائيه، لا ليك ولا الاخت صباح بيوتي. قدمت لكم برامج غذائيه اللي فيها بزاف ديال الفيتامينات وفيها بزاف ديال الاملاح المعدنيه وفيها قطع السكر. اول حاجه قطع السكر على الجسم ديالك. الا كنتي محتاجه الحلاوه كلي شويه ديال التمر، كلي شويه ديال الشريحه. الا وصلتي يعني انك ناقصه سكر بزاف، خدي واحد شويه ديال العسل، ويكون عسل الضغموس، هذا عندنا في المغرب ومعروف. وخدي غير واحد القرعه غير ربعه، وخدي منها غير راس المعلقه كل نهار، غادي تزول لك هاد الاورام. الفطور ما قدرتيش تفطر، خدي شويه ديال الخبيزات الزرع مع شويه ديال العسيله وكويس ديال الاتاي. اتاي مزيان بزاف، اتاي الشاي الاخضر مهم بزاف من الخلايا السرطانيه. قلت لك هاد الرياضه عمليها الصباح وعمليها في الليل، يعني جوج مرات في النهار، غادي تحسي بالانتعاشه وغادي تبدل حتى الافكار ديالك. جلسي شويه في الشمس، فيتامين دي مهم بزاف، فيتامين دي مزيان للناس كاملين ماشي غير اللي فيهم السرطان. اما اللي عندهم مرض السرطان هم محتاجين فيتامين دي اكثر واكثر، لان فيتامين دي كيحمي من السرطان. وعندي تعقيب على الناس اللي مرضين بسرطان الجلد، لا ما يتعرضوش للشمس، لان الشمس خطر على الجسم ديالهم. هذا السرطان الخاص يعني بالجلد هو اللي ممنوع عليه التعرض للشمس. الماء 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 الماء، خدي الماء وشربيه، شربي على الاقل واحد جوج لتر الماء في النهار. علاش؟ لان الماء فيه الاكسجين، كنقولوا H2O فيه الاكسجين زائد الهيدروجين. فهاد الاكسجين حتى هو غادي يمشي لك مع الدوره الدمويه وغادي ينظف لك الجسم ديالك كامل. هذه من ناحيه. كاين عندنا البلبوله ديال الشعير، الشعير مزيان مقوي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كيقول لنا التلبينه ديال الشعير ما ديريش فيها الحليب،
حيدي على الحليب والمشتقات ديالو، ما تدخليهمش لدارك بصفة نهائية. علاش؟ لأن الحليب كيحمض الدم، الخلايا السرطانية كيعجبها داك الدم الحامض. حنايا خصنا ننظفوا الجسم ديالنا من الحموضة. فشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو التلبينة، غادي نطيبوها في شوية الماء، نزيدو لها الزعتر حيت الزعتر حتى هو فيه الأكسجين وفيه فيتامين سي، غادي نزيدو لها نقيطة ديال الزيت البلدية، وغادي نحاولو ناكلو واخا غير 2 معالق في النهار ولا 3، راها كافية لك انتينا في النهار. عندك لاله الحوامض، عندك التين، عصير التين، شربي كويس ديال التين، ما غادي يدير لك حتى حاجه، بالعكس غادي تمدي الجسم ديالك فيتامين سي. وفيتامين سي كنعرفو بانه كينظف حتى هو الخلايا، وكيوصل الاكسجين للدم والدماغ ولكل الخلايا. ما قدرتيش تشربي التين، عملي ربع عصري 1/4 ليمونه في كاس الماء كبير، وحليها بشويه ديال العسل، ما ديريش السكر. يعني عندك بزاف د الوسائل، كلي الحوت الا كنتي ما كتغلفي من الاكل، ما تبقاش تاكل يعني اللحوم بصفه نهائيه. خدي الحوت ديريه على بلانشا، يعني ديريه في واحد المقيله، ديري فيها نقيطه زيت زيت العود، وغطيها ونقصي من العافيه، وديري معاه شويه التويمه، المعدنوس، شويه الزيت البلديه. كيعجبك التوابل ديري التوابل، ما كانش كيعجبك التوابل ما ديريش. وواحد النصيحه، الكركم. شنو هو الكركم؟ هو الخرقوم البلدي، ما تشريهش مطحون. مشي عند مول اللي كيصاوب العطريه، خدي من عنده ديك العويدات ديال الخرقوم، قول له طحنهم لي، الله يجازيك بخير، راني مريضه، شنو عندي واشنو عندي، طحنهم لي وعطيهم لي هكاك طبيعيين. غادي تبدا تاخدي 4 معالق ديال الخرقوم، وغادي ديريها في كاس ديال الماء، وحاولي تحركيها. بغيتي تزيدي معاها شويه د العسل ديالي، ما بغيتيش تشربيها هكاك، الخرقوم مهم بزاف للخلايا السرطانيه، كيدمرها. يعني عندك بزاف ديال الوسائل باش تنوضي، لان الشلبكة ما غاديش ينفعك. البكا كتزيدي على راسك، اولا غادي تصيبي نفسك بالاكتئاب، سميتو كتدمري النفس ديالك، وكتعطيها واحد اللغه، كتكون الدماغ ديالك انا راني في حاله نفسيه قبيحه، والجسم ديالنا كنكذبوا عليه غير بالكلام. شوفي غير راسك، الا قالت لك شي وحده كلام زوين كي كتحسي، ولا قال لك شي واحد كلام قبيح كيفاش كتحسي؟ انت كتقولي هذا الكلام هذا انت بنفسك لنفسك، فحاولي ما امكن تغيري اللغه اللي كتكلمي بها. بغيتي ديري الفيديوهات هاد مثلا ملي طلع السطح وتكوني كتوري، صوري وهضري وقول انا دابا كندير هكا وهكا، وكناخذ الاكسجين، كنصح الاخوات ديالي اللي مرادين حتى هما يطلعوا السطح، واللي يخرجوا المناطق الخضراء ويتمتعوا يعني بالشمس، ويتمتعوا بالهواء الطلق. يعني عندك الفيديوهات منك كتحفز نفسك باش انتي تخرجي من هذا المازق وهاد المرض. وكنتمنى الله سبحانه وتعالى في كل وقت، والله كل ما كنتفكركم، لا انت ولا صباح ولا اي مريض من السرطان اللي تصاب بالسرطان، كندعي له من كل قلبي. وكنتمنى يعني انا في القناه ديالي تقريبا النهار اللي سمعت صباح يعني اصيبت بالسرطان، ومن بعد دخلت واحد الاخت كتقول لي ما تنساش، اخت بشرى، كنعيش حياتي بلا زواق بلا نفاق، بديت كنعمل هاد السلسله بالرغم ان هاد الفيديوهات ما جبت لي لا مشاهده لا والو، يعني واحد المشاهده طفيفه جدا، ولكن انا قلت كنحتسب هاد الاجر لله سبحانه وتعالى باش ندعمكم نفسيا، وباش نخرجكم من هاد المرحله اللي صعيبه. علاش؟ لان الام ديالي رحمها الله حتى هي كانت مصابه بالسرطان، وتوفيت. علاش توفيت؟ لانها اولا كانت في واحد الفتره، ماشي هي هاد الفتره، هادي 40 عام، 40 عام كان العلاج باقي غير متوفر، كان السبيطار الوحيد اللي موجود في المغرب هو السويسي، والسويسي كانوا كيديروا العلاج بالكهرباء، كان كيتدمر الجسم كامل، يعني الخلايا كامله كتحرق، ماشي العلاج الكيميائي. العلاج الكيميائي كيمشي لداك المنطقه الخاصه اللي فيها المشكل، وكي يعني يعالجها. اما الكهرباء كانوا كيعالجوا كيتحرق، يعني ماما كانت الوجه ديالها والدات ديالها كامله تحرقت بالكهرباء. هذا اولا. ثانيا، ما كانش الغذاء ديال دابا. انا كنقول بان الحاله النفسيه هي المسؤوله عن مرض السرطان اكثر من الغذاء. انا كنقول للناس بزاف د الناس، علاش؟ لان المرحله اللي كانت فيها الام ديالي اتصابت بمرض السرطان، ما كانتش المعلبات، ما كانتش الحلويات والسكريات بهذا الشكل هذا، ما كانش انترنت وهاد يعني وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيبقى الانسان نهار كامل هو متواصل مع المصادر ديال الكهرباء والاشياء اللي كتضر بالجسم ديالو والاشعه، ما كانش هاد الشيء كامل، كان فقط الحاله النفسيه. وكنت كنعرف بان الام ديالي من بعد الوفاه ديال الاب ديالي
عاشت واحد المدة يعني صعيبة، كانت من مرأة جالسة في دارها ما مسؤولة، ما كتعرف لا الزنقة لا والو، نهار اللي يعني بقاو عندها أيتام، بالرغم أن الأب رحمه الله خلى لها يعني أملاك وكنا عايشين ماديا ما خصنا حتى شي خير، ولكن غير الدعم النفسي كان ناقصها. أنا كنعاولكم مسائل واحد الجانب اللي ما عمري ما اقتسمته مع المشاهدين، ولكن كنقتسمه معاكم علاش باش تستفدوا يعني أن هذه المرحلة هذه العلاج كاين موجود، الناس يقدروا يتعالجوا بكل سهولة، ولكن يتبعوا هذه الخطوات ويعاونوا راسهم. القرآن الكريم كل نهار شعل القرآن وتصنت على الآيات، القرآن الكريم حنا فيه شفاء، ربي سبحانه وتعالى قال لك القرآن فيه شفاء، فربي هو اللي خلق هذا الجسم، هو اللي خلق يعني الذبذبات ديال القرآن، الكلمات اللي كتقال في القرآن وبداك الصوت، كثر الا كان القارئ كيعرف يقرب واحد الصوت هادئ وهذا غادي حتى هي غادي تكون عندها دور في الشفاء ديالك. السلامة النفسية اهم شيء يعني في هذا العلاج، هو السلامة النفسية، هي انك تكوني كتحسي بواحد الراحة النفسية. الالم كاين غادي يكون، ولكن ملي كتكوني حاسة بالسلامة النفسية فانتي كتهدأ الخلايا ديالك، ما كتبقاش الخلايا كنقولوا حنا مضطربه، كتهدنا وكتعطيها الطمئنان وكتقول لها بان كاين العلاج، كتكلم مع الخلايا ديال الجسم ديالك، لان الجسم ديالنا مكون من واحد النسبه ديال 75%. فبالعكس الحبيبه ديالي هذه فرصه باش انتي تفيدي نفسك وتفيدي الاخرين، لان هذه تجربه انتي كتمري بها، ومن خلال هذه التجربه غتعطي نصائح للاخوات كيفاش يعني يعيشوا هذا المرض وكيفاش يحافظوا على النفسيه ديالهم وعلى الصحه ديالهم من خلال الاستفاده. يعني الا كنتي كتقدر تدخل الانترنت وتبحث في جوجل، تبحث على السرطان، التغذيه المفيده للسرطان، تدخلي القنوات ومن بينهم حتى القناه ديالي راه كاينين فيديوهات انا قدمتهم في التغذيه، فبزاف الوسائل عندك باش يمكن لك انك تستفدي من الغذاء اللي خاص بمرضى السرطان وتفيدي الاخرين، لانك انت عايشتي هذه التجربه عن قرب، فهذه غادي تكون في ميزان الحسنات ديالك انك تقدمي النصائح للاخرين اللي كيعانيو حتى هما في مرض السرطان. وماشي بعيد انا وغدا ولا بعد غدا يكون حتى انا نتصاب بهذا المرض لا سمح الله، لان يشهد الانسان حتى واحد الانسان عايش في هذه الدنيا ما كنقولوا ما كي يعني يكون بعيد على هاد المشاكل ولا على هاد الامراض ولا هادي، وكنطلب الله الصحه والعافيه للجميع.